شاركت الشعب البرلمانية لمملكة البحرين في أعمال الجلسة الختامية للاجتماع البرلماني بمناسبة المنتدى العالمي العاشر للمياه والذي أقيم في جزيرة بالي بجمهورية إندونيسيا الصديقة تحت عنوان حشد العمل البرلماني بشأن المياه من أجل الازدهار المشترك، حيث تناولت الجلسة دبلوماسية المياه والتعاون والعلم من أجل السلام. وعن المشاركة معنا عبر الهاتف من جزيرة بالي الإندونيسية سعادة الدكتور محمد علي حسن، عضو مجلس الشورى ورئيس لجنة المرافق العامة والبيئة بالمجلس، رئيس الوفد المشارك. أهلا بسعادتك في نشرة الثالثة، وسعادة العضو تحدثنا عن نتائج مشاركتكم في هذا الاجتماع. مساء الخير، شكرا لك ولتلفزيون البحرين. الاجتماع البرلماني الذي عقد في جزيرة بالي في إندونيسيا في اليومين الماضيين والذي تزامن مع المنتدى العالمي العاشر للمياه، وهو منتدى هام جدا يعقد كل فترة كل سنتين، اهتم هذا الاجتماع البرلماني في الواقع بقضايا رئيسية أربعة، هي الحصول على المياه والصرف الصحي، اثنين الممارسات المبتكرة للحصول الشامل والعادل للمياه، والثالثة هي الماء في قلب العمل المناخي أي تأثير تغير المناخ على الماء، والرابع هو دبلوماسية المياه والتعاون الدولي. باختصار سأجيب على سؤالك بما يتعلق بالنتائج لكل محور من هذه المحاور الأربعة. في المحور الأول الحصول على المياه والصرف الصحي، حيث كما الجميع يعلم أن الماء هو حق من حقوق الإنسان لكل فرد على وجه الأرض، لكنه للأسف تحدي في بعض البلدان النامية وذلك صعوبة الحصول عليه. والماء الكل يعلم أيضا أنه ليس للشرب فقط، إنما هو يستخدم للزراعة والصناعة وفي كثير من الممارسات العامة، وللإنسان كذلك والحيوان وكافة الكائنات. الماء الصالح للشرب يتوفر للجميع يتطلب الأمر الاستثمار في تقنيات عالية للحصول عليه، لذلك في ما يتعلق به من أنظمة الصرف الصحي، وهذا الأمر يتطلب تعاون دولي وإقليمي لتحسين جودة المياه وسبل الحصول عليها. فيما يتعلق بالقضية الأخرى وهي الممارسات المبتكرة للوصول الشامل والعادل للمياه، تشمل هذه استخدام تقنيات حديثة للحصول على المياه النظيفة والكافية لجميع البشر، وهذه التقنيات يجب أن لا تسبب هدرا للمياه وإنما استغلالها بشكل فعال وكفء، وذلك يتطلب ايضا من ناحيه اخرى تعزيز الوعي المتعلق بالحفاظ على المياه واستخدامها بشكل رشيد. الامر الاخر والثالث، المياه في قلب العمل المناخي، الحديث في هذا الموضوع يطول، لكن انا ساتحدث بايجاز ان تغير المناخ يؤثر تاثيرا سلبيا مباشرا على توفر المياه وجودتها في العديد من مناطق العالم، اذ يتمثل ذلك في نتيجة طبعا لتغير المناخ، هناك انتفاخ في بعض البلدان، تبحر وتغير في التنوع الأحيائي، كل ذلك يسبب قلة مياه وتأثر وتغير في جودتها. المحور الأخير الذي تناوله الاجتماع هو دبلوماسية المياه والتعاون الدولي، حيث أنه لا شك أن انهدام الأمن المائي يؤدي بطبيعة الحال إلى احتمال وقوع نزاعات بين الدول، خصوصا بين الدول المتجاورة كما هو حاصل في كثير من البلدان نعرفها. التعاون السلمي والعلمي بين هذه الدول هو الطريق الأنسب لحل هذه المشاكل كلها، وذلك باستخدام العلم والتكنولوجيا لفهم أصل المشكلة والوصول إلى أفضل الحلول. نعم، من جزيرة بالي الإندونيسية سعادة الدكتور محمد علي حسن، عضو مجلس الشورى، رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة بالمجلس، رئيس الوفد المشارك، شكرا جزيلا لك.